اوكي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم ريم. ان شاء الله تكونوا بأتم صحه وعافيه. Say hello guys. Adam. No. Hello guys. Why? Aren't you gonna help me? No. Yeah. Yes. Okay. So let's do this. اليوم راح اسوي لكم فطاير معجنات في الفرن، لانه بصراحه في رمضان الواحد يتعب من الاكلات المقليه، بتعرفوا لقيمات وسمبوسه وهذه الاشياء، فقلت اليوم اسوي لكم شيء تقريبا نوعا ما صحي. طبعا الحشوه تعتمد على كل واحد، اللي تحبوه، تحبوا جبنه، تحبوا لحم مفروم، او تحبوا دجاج مع خضار او بس خضار، فليكم مطلق الحريه. فيلا بينا نبدا. فالمقادير هي حط لكم هي في الشاشه، ولكن اليوم راح احط نص المقدار، اللي هو كوب واحد حليب دافي. Yeah, milk. Let me just bring the camera here to us like that. Okay. معلش وجه مو لازم يبان. ونحط واحد من الأكياس هذه، زي ما قلت لكم كيس واحد زي يعتبر ملعقة. Okay, throw these. واحد يست. And 1 tablespoon ملعقة sugar. Can you put 1 tablespoon هنا؟ Okay, nice. All right. Now you can stir it with the spoon. مو مشكلة. آدم مرة يحب الطبيخ، يعني هو دائما لما أجي أطبخ Mom, can I help you؟ يحب يساعد بس كذا. اوكي نجي على الخطوه اللي بعدها. المقدار هو 5 كاسات او 5 اكواب دقيق، فانا ححط 2.5 كاسات هنا. اوكي 1 1 2 1.5 3 1/2. اوكي now we have to mix it. Now we have to put المقدار زي ما شفتوا في الشاشه نص كاسه زيت، فانا ححط هنا ربع كاسه زيت. ربع خلاص. This is the quarter oil. Quarter oil. Now can you put in 1/2 spoon baking powder. Baking powder. Like that. Yes. Throw it in there. That's it. Thank you. اللي كان ناقصنا شوية ملح عشان أعرف أشوف كم ينزل. هو ربع ملعقة. راح احط بس ذرة، يعني يعتبر ذرة كده. طيب نبدأ نخلطها. You like it انا؟ والله يوديني احط قلبزات في يدك وتبدأ انت تعجن. ما عاد تعجبك هذه الشغلات. I like it. والله افتكر زمان لما كانت امي تطبخ تقول لنا بس روحوا عني انتم شعركم. مخلي ولدي راسه في العجينة. لا تشوفك جدتك بس. طيب العجينة جاهزة، خليني أقرب لكم. هذه هي العجينة. حطوا عليها زيت شوية كذا. نغطيها، بعد ساعة نرجع لكم ونبدأ نشتغل عليها. أوكي نبدأ بالحشوة. مقلة، حطينا شوية زيت، حبدأ أحط البصل مع شوية ثوم، حبتين فصين ثوم. لما يبدأ شوية البصل يدبل أحط الدجاج. واحد ماجي، حبتين جزرة، فلفل أسود، طبعا أنا بس رميت الخضار السبانخ، خلطة السبانخ، وحشيلها من النار لأنه حدخلها في الفرن وحتطبخ زيادة. نسيت اقول لكم شوفوا ايش وصلني. طبعا اكيد انتم مستوعبين جوة هذا الشيء، بس اهي الحلزونات. حطيت لهم خس وخيار وجزر.
خليني بس اقرب لكم عشان بس تشوفوا هذا. اي شوفوا هذا في حالة سبات، هذا الاخ في الله، هذا شايفين فتحة صغيرة كده جوا، هذا مكان التنفس. No, not done. Hi, Julia. Mom, can I see the turtles? These are not turtles, Julia. These are snails. Can I see them? Yeah, here. شوفوا في واحد هنا عالق. جبت أربعة طبعاً، $8. هذه جاية من غريس. شوفوا هذولي في سبات. أوكي. دلعتهم خس وخيار وجزر. سو حسوي لكم ان شاء الله حلقه كيف اسوي فيشل كير بالحلزونات هذه. في الاول صراحه كذا شوي خفت، خوفني هذا الجيسي اي دون نو وات. مشكوره على التنبيه بصراحه. انا حتى زوجي يقول لي انت مجنونه بشرتك ما فيها شيء وانت قاعده تجيبي لك بلوه في وجهك. فانا بصراحه سمعت كثير عن الحلزون وكثير يسووها في الشرق الاوسط، مو الشرق الاوسط، في اسيا. فهم جايين من غريس، قلت بدل ما انا ما اعرف هم ايش اكلوا وفين جايين من فين مويتهم، جالسه بس كل يوم اشطفهم اروشهم واكلهم خيار وجزر وخس، فلحتى لما يعني يمشوا على وجهي الله يكرمكم، فلما يجي شيء بوجهي على الاقل اعرف انه من الخيار والخس اللي في بيتي. فانتظروا الحلقه هذه. في رمضان هذا قررت انه اعمل ديتوكس من الكافي، ما اشرب كافي نهائيا. تعرفوا ايش لاحظت؟ حاجه واحده، كان في يدي دائما تطلع عروق، الان العروق كلها راحت، تخيلوا، من الكافي. One hour later. سو راح اقسم العجينه الكور. واحده. خرقة غرقانة أو منشفة غطوها كذا ترتاح شوية، 5 دقايق تقريبا. سو بيضة وحليب، شوي حليب عشان بس نمسح على وجه الفطاير. تقدروا تحطوا فانيلا عشان تشيل ريحة البيض. بهذا الشكل واقلبها بس، حطهم جنب بعض. سو حنحط عليهم، ندهنهم بالبيض والحليب، حرش عليها شويه سمسم كذا. خلاص خلصنا. سو الان حدخلها الفرن على درجه حراره 350. اوكي شوفوا كيف شكلهم، صامولي. ما شاء الله تبارك الله. كيف الحلاوة دي؟ نحط واحدة لآدم. One for Julia. ايش في هذول يضحكوا؟ What's going on؟ جالسين يلعبوا بعض. مساج الله يصلحكم بس. فكان هذا هو فيديونا لليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم طريقة الفطاير. شوفوا هي نظرة أخيرة، شوفوا كيف طرية جدا، غطيتها بمنشفة بس عشان شوية تثبل رطبة ما تنشف. فيس جربوها وقولوا لي. بليز لا تنسوا تعملوا شير لايك سبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.